للحديث أكثر عن صراع الأحزاب وكشف الكاظمي عن تورط شركاء العملية السياسية في الفساد المالي والإداري والأمني في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب والإعلامي العراقي عبد المنعم الأعسم، وكذلك عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أبدأ معك أستاذ عبد المنعم الأعسم، مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اتهم الكاظمي جهات حزبية بمحاولة تحميل حكومته كل عيوب النظام السياسي منذ عام 2003. بداية، كيف قرأت هذه المقابلة وما جاء فيها؟ في الحقيقة يعني المراقب الموضوعي لسياق هذه المقابلة والأفكار التي قرأناها كلها تؤكد أن كل ما جرى ويجري هو رد فعل لحملة منهجية يتعرض لها الكاظمي بالضبط مثل ما هو وصفها باعتبارها حملة انتقامية كيدية، ولكن مطعون بسلامة النية وسلامة الدواعي لأنها جاءت بمثابة رد فعل وليست يعني رغبة في كشف الفساد وكشف دور الحكومات في إفقار المجتمع والاستحواذ على الأموال وتهريبها والمنهوبات وغيرها، لأن الكاظمي هو جزء من هذه المنظومة، جزء من العملية السياسية، جزء من هذه الحكومات. هو جاء لربما جاء بنيات طيبة، ولكن الأدوات نفسها التي كانت سابقا استخدمها باستثناء مجموعة صغيرة تحيطه. نعم. كما هو معلوم أستاذ عبد المنعم أن يعني الكاظمي أيضا لو نظرنا إلى مجيئه لأول مرة، هو جاء كان مرشحا من قبل الأحزاب نفسها، نفس الأحزاب التي حكمت بعد عام 2003 وبحكوماتها المتعاقبة، ولم يكن هناك شيء جديد طرأ خلال مرحلة الكاظمي، بل من سيء إلى أسوأ. نعم، أنا أوافق على هذا الاستنتاج. فعلا في ظل حكومة الكاظمي من مضى العراق من سيء إلى أسوأ على مختلف الصعد، على الصعيد الأمني والصعيد الاقتصادي وحتى على صعيد الحالة العلاقات مع الدول. نعم. في الحقيقة بقى العراق مرتهن إلى يعني إلى دولتين، إلى أمريكا وإيران، وإلى الصفقات تعد تحت الطاولة من أجل تمشية بعض القرارات وتقاسم النفوذ داخل البلد وإدارة الملفات الأمنية وغيرها. فليس هناك جديد في ظل حكومة الكاظمي إلا ما يتعلق لربما، وأنا لأني أعرف السيد الكاظمي عن قرب، أعرف أنه يملك نيات طيبة، ولكنه لم يكن بمستوى إدارة بلد مثل العراق يعيش حالة نزاع وحالة انهيار وهناك تحديات كبيرة على الصعيد الداخلي. طيب. والخارجي. طيب ابقى معي لو سمحت أستاذ عبد المنعم العسم. دكتور هلال الدليمي الكاتب الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، مرحبا بك ضيفي من عمان. أهلا بك دكتور. دكتور هلال، يعني قرأت وتابعت ما جرى خلال الأحداث في العراق، وخاصة الكاظمي، إلى أي مدى تعتقد أن الكاظمي أراد تصفية الحسابات مع الإطار التنسيقي بشكل عام ومع المالكي بشكل خاص بما صرح به في مقابلته مؤخرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين ولضيفك الكريم. حياك الله دكتور. بناء على ما جاء في هذه التصريحات وما أشار به الأخ الأعسم من لندن، النظام السياسي في العراق هو حقيقة مكمل لبعضه البعض، وهي أدوار مرسومة لن يستطيع لا الكاظمي ولا غيره الخروج عنها. والدليل أن كل تصريحاته أتت في الوصف الذي يعرفه العراقيون كما أشارت لكم من البداية إلى النهاية، ولم يعالج ولو مشكلة واحدة، بل على العكس استمر الفساد نفس الفساد، والأرقام التي أشار إليها هي
1015 مليار دولار وليس 600 مليار دولار كما قال، وهيمنه الجانب الايراني والامريكي على القرار السياسي في العراق، خاصه الجانب الايراني بما يتعلق بالمصالح الايرانيه والدعم العسكري والوجود العسكري المهيمن على القرار السياسي والاقتصادي في العراق، لم يفعل الكاظمي هذا. ومن اتى بالكاظمي هو نفسه الذي اتى بالمالكي والعبادي وغيره، وهذه الاحزاب التي اتت بها الولايات المتحده الامريكيه بعد الاحتلال، وهي احزاب ايرانيه الولاء او امريكيه الولاء او مزدوجه الولاء كما معروف. الذي يتحدث وهو في موضع المسؤوليه عن الفساد ومحاربه الفساد ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: كل امه تلعن اختها. هذه المشكله في الحكومات التي اتى بها المحتل، لانها كلها تتهم بعضها بالفساد وكلهم فاسدون، كلهم صادقون فيما وصفوا ولكن في افعالهم هم متفقون تماما. الاحزاب التي اتت بالكاظمي هي نفس الاحزاب التي رشحت. من اتى بالكاظمي هل هو كفاءه طائقه او اتت به انتخابات نزيهه؟ الموضوع عندما كان في المسؤوليه ماذا كان يعمل؟ لو كانت تصريحاته هذه وهو في موضع المسؤوليه نعم، لكن هذا التسقيط لمن هم كلهم صفتهم واحده، سواء كان الحكومات السابقه او حكومته او التي تلحقها وما بعدها، هي مؤسسه مبنيه على الفساد، قدر فاسد لا يدخله الا فاسد، وحتى اذا كان نقيا اذا دخل هذا القدر الفاسد فيفسد. نحن شعرنا ولمسنا ما قامت به هذه الحكومات من تدمير ممنهج للعراق، هذه هي الخطه الاساسيه التي اتفق عليها الكل، لا يستطيعون الخروج منها، لانه من اتى تحت حذاء المحتل لا يستطيع ان يعمر بلد او يبني بلد او يبني دوله. هذه الاحزاب معول هدم ومعول سرقه، ولاحظنا وضع العراق الان هو الذي المأساوي في كل ما تعنيه الكلمه. الاتهام العراق سياسيا واقتصاديا وبمصالح الدول الاخرى التي اتت بهؤلاء وترعى هؤلاء ولا تزال تديرهم، فاذا اين كان الكاظمي عن الفساد عندما اكتشفه ولم يعالجه؟ اذا هو يعترف بالفساد ولم يقم بشيء لمعالجه الفساد، فاذا هو عذر اقبح من ذنب. طيب دكتور ابقى معي لو سمحت. استاذ عبد المنعم العاصم، اعود اليكم مره اخرى. ما الفائده من ان اي مسؤول يتسنم منصبا جديدا في العراق، كأن يكون رئيس حكومة أو رئيس برلمان إلى آخره، لا تجده يتحدث عن أننا سوف نحارب بشكل فعلي الفساد ويقدم للبرلمان أو للشعب خطة فعلية على الأرض من أجل محاربة هذا الفساد، تجده لا يتحدث عن بهذا الأمر، ويعني ولكن عندما يجلس في مصطبة المتفرجين إن صح التعبير يبتدئ بإطلاق تصريحات أنها حكومات فاسدة. لست أنا فقط، لست عندما كنت على رأس الحكومة يتم وصفي برئيس حكومة فاسدة، من قبلي كان فاسد ومن سيأتي أيضا فاسد. لماذا؟ ما فائدة هذه التصريحات عندما يجلس المسؤول على مصطبة المتفرجين؟ نعم، يعني لربما هذا العرض صحيح، ولكن نحتاج إلى إعادة بناء الذرائع. نلاحظ دائما رؤساء الحكومات يتحدثون عن الفساد ولكنهم يلقون بمسؤوليته على الحكومات التي سبقتهم. دائما رؤساء الحكومات يتحدثون عن حكومات سابقة أورثت الفساد لهم، وهم يحاولون أن يحاربوا الفساد وأن يعني يقدمون خطوات جديدة في مجال محاربة الفاسدين والتضييق عليهم، ولكن في الحقيقة هناك في كل حكومة يستشهد الفساد بمساحات أوسع، وتقدم الكثير من المساعدات والتسهيلات للفاسدين، والأكثر من هذا تقدم لهم الحماية، وهناك فاسدين كثيرين حتى الكثير منهم يحكم عليهم ولكنهم سرعان ما يحتالوا على القضاء والقرارات القضائية، فسرعان ما نجدهم طلقاء. وهذا حدث في حكومة الكاظمي بشكل
بشكل يعني يعني أستاذ واقع. عبد المنعم، فقط في مداخلة، يعني الكاظمي عندما قال إن الحكومات السابقة تسببت بالتهام أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراق، هذا رقم فخم وضخم جدا ورهيب وخطير، ولكن هذه المليارات أليس من أمل لإرجاعها إلى العراقيين، أم ذهبت أدراج الرياح ولن تعود؟ نعم، هي لربما نسأل أين هي الآن هذه المليارات. سأقول لك أن الكثير من هذه الأموال استخدمت في تأسيس بنوك. الآن هناك ما يزيد على 50 بنكا محليا مرتبطا بهذه الأحزاب. تقوم هذه البنوك على قاعدة من الأموال من المليارات، وهي تدير طاحونة من يعني خداع المواطنين، وعلى أساس أنها تقدم لهم مجالات للاستثمار، ولكنها في حقيقة الأمر تقوم هذه البنوك ليس فقط في يعني توظيف الأموال المنهوبة، وإنما أيضا في عملية غسيل أموال تهريبها إلى خارج العراق. هذه المليارات أسست بها بنوك، ورحل الكثير من عندها إلى خارج الحدود، إلى بنوك في لبنان وفي إيران، وشيدت بها عقارات كثيرة في دول عربية ودول أوروبية. والآن قاعدة الشخصيات المنتفعة من هذه المليارات ازدادت بشكل شيطاني. في كل المحافظات هناك يشار بالأصابع إلى ناس يعني حصلوا على أموال كثيرة ومن الفاسدين، وهم يحظون بحمايات الأحزاب الحاكمة والمتسلطة. هذه المليارات يراها العراقيون بأعينهم أمامهم، وإذا فأي حكومة تستطيع استرجاعها. ليس هناك مشكلة في هذه العملية، فقط نحتاج الحاجة الماسة إلى إرادة جدية لاستعادة هذه الأموال. ولكن من يستخدم هذه الإرادة إذا كان رئيس الوزراء مرتبط بنفس الأحزاب؟ نفس الأحزاب التي استحوذت على هذه المليارات هي جاءت برؤساء الوزراء، وأخيرهم ومن بينهم وأبرزهم السيد الكاظمي. الكاظمي هو صنيع لهذه الأحزاب، وهو جاء يعني ضمن اتفاق لحماية مصالحها، وبخاصة الجماعات المسلحة. يعني الكاظمي تحدث عن ثلاث طيب محاولات اغتيال. اسمح لي فقط، إذا سمحت لي سوف أعود إليك مرة أخرى أستاذ عبد المنعم العاصم، ننتقل للدكتور هلال الدليمي في ما طرحت أيضا وفي ما صرح به الكاظمي الذي أكد أن مليارات العراق أهدرت في حروب عبثية خارج العراق. دكتور هلال، ترى ماذا يقصد برأيك، ما تلك الحروب التي يقصدها التي أنفقت عليها كل هذه المليارات؟ وبكل تأكيد هو صادق فيما ذهب إليه في هذا النقطة بالتأكيد، لأنه العراق دخل دخول الميليشيات إلى لبنان وإلى سوريا ودعم الحوثي في اليمن، هذه كلها مرتبطة بالمشروع الإيراني، والمشروع الإيراني يمول 100% من المال العراقي، هذا واضح جدا يعني. وكل الأحزاب الإيرانية التي تحكم العراق الآن هي تنفذ المشروع الإيراني على حساب المواطن العراقي، سواء كان على الأرض أو خارج حدود العراق. والبلد مثل العراق يمر بأزمة سياسية وأزمة أمن وتحدي كبير. ما دور الميليشيات تذهب إلى سوريا لمساعدة النظام السوري مثلاً، أو في لبنان، أو الحوثيين وتدريبهم وإلى آخره. إذا هناك مشروع يعرفه الكاظمي وهو جزء منه، يعني لا يتبرأ منه، أنه عندما كان في السلطة يعرف هذا الأمر، وهو الذي تستر عليه في أحسن حالاته، أو هو جزء منه، لأن هذا المشروع هو إيران هي التي تتحكم بالجانب العسكري والاقتصادي وتحريك الميليشيات الولائية لحد الآن. يعني عندما تظهر ميليشيا من الميليشيات التي ازدادت بشكل خرافي
مدعوم من إيران لتشكيل ميليشيات مسلحة ضد الدولة العراقية وداخل الدولة لتخلق نظام لا دولة، عندما يكون ولاء جهات مسلحة تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللي كان على رئيسها هو الكاظمي، وهي ولاءها لإيران وتأتمر بأوامر إيران لا تأتمر بأمر العراق، إذا هذه مهزلة. فبالتالي عندما يتحدث بهذا الأسلوب فليس من كان، هل كنت تستطيع أنت وأنت في سدة الحكم أن توقف هذه الميليشيات وتمويلها التي تأخذ أموالها من العراق وتذهب لتقاتل في سوريا وتقاتل وتدمر وتفجر لصالح النظام السوري مثلا أو في الحوثيين في اليمن أو في لبنان؟ هذا الكلام كله حقيقة يدينهم هم، لأنه أنت تتحدث عن أمر أنت كنت على سدة الحكم وفي زمانك كان هذا الأمر يتم وبعلمك، وبالعكس لأنه أنت من أن تأخذ الناحية القانونية هذه الميليشيات أسست لها مؤسسة تسمى أنها تابعة إلى القيادة العامة للقوات القيادة العامة للقوات المسلحة، فأنت تلوم من على هذا الهدر؟ دكتور هلال، لماذا لم يسمي الكاظمي الأسماء بمسمياتها واكتفى بالقول جهات مسلحة؟ أي يستطيع أن يسميها لأنه جزء من هذا أولا. اثنين، هذه عمليات التسقيط السياسي والصراع السياسي على النهب والسلب وليست لمصلحة العراق. لو كان الكل هو أو غيره حريص على انقطع الاتصال للأسف مع الدكتور هلال الدليمي. بالعودة إليك أستاذ عبد المنعم الأعسم، برأيك يعني ما الدور الذي تلعبه إيران في تخريب هذه المليارات؟ ذكرت أن هناك طبعا نحو 50 بنك محلي تدار بأموال العراقيين، بهذه الأموال المنهوبة التي تحدث عنها الكاظمي وحتى من سبقه في الحكومة. الكاظمي يتحدث عن 600 مليار دولار وقبله يتحدث عن رقم مثله، ومن قبله والأسبق يتحدث عن هذه الأرقام الضخمة والفخمة. يا ترى يعني ما هو الدور الإيراني في تهريب هذه الأموال وتأثير هذا التهريب على الاقتصاد العراقي؟ نعم، هو أي تهريب يعني في علم الاقتصاد، أي عملية تهريب للأموال إلى خارج الحدود باعتبارها غسيل الأموال وحتى بشكل غير شرعي وغير قانوني هو بمثابة عملية تدمير للاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني واحدة من لوازم متانته ورسوخه هو حماية العملة وحماية حركتها، وبخاصة من الدول المجاورة. إيران دولة مجاورة، إيران مرت في ظروف اقتصادية سيئة بسبب سياساتها ومغامراتها والكثير من مطلوبة للمجتمع الدولي وغيرها. هذا الأمر وضعها تحت كماشة العقوبات الدولية، وتصدعت البنية الاقتصادية والمالية الإيرانية إلى حد كبير وبخاصة في المجال، ولهذا فهي تعتمد على الدول المجاورة. العراق واحدة من الدول المجاورة وهناك نظام سياسي موالي، إن لم تكن جزء كبير من عنده موالي إلى إيران، وهناك بنية تجارية عريقة وقديمة استخدمت لغرض تهريب الأموال. إذن دور إيران في الحقيقة دور أساسي، وقد كشفت الأزمة الأخيرة، أزمة العملة وتراجع العملة ومشكلة الدولار، كشفت هذه في تضاعيفها يعني الدور الإيراني أو دور العلاقات العراقية الإيرانية في تحميل العراق نتائج الأزمة الاقتصادية الإيرانية. وتحمل العراق كثيرا هذا، وعندما تحدث الكاظمي هو تحدث كشف ما هو مكشوف في الحقيقة، يعني الأمر معروف ومتداول واضح بالأوساط المعنية. شكرا جزيلا من لندن الكاتب والإعلامي العراقي الأستاذ عبد المنعم الأعسم، والشكر موصول أيضا إلى ضيفنا من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي.